بداية الديزاين بتاعت الريال اوبريتنج سيستم اللي احنا الارتوس اللي احنا هنشتغل بيه اللي هنعمله. هنعمل كيرنل ان شاء الله، والمحاضرة دي مجانية، والباقي هيبقى على يوديمي. احنا عارفين في الريال تايم اوبريتنج سيستم ان بيبقى فيه تاسكس، والريال تايم اوبريتنج سيستم بيسكادول التاسكس على حسب الالجوريزم اللي هي شغال بيه، راوند روبن. كل تاسك ليها تايم سلايس، وعلى حسب البريوريتي بتاعتها بيبتدي سويتش، يعمل كونتكست سويتشنج بين التاسكس. عملت انا تو تاسكس، السكيلتون بتاعها وايل 1 وايل 1، تاسك 0 وتاسك 1، وعملنا استخدمنا السيستيك بحيث ان هو يحصل اكسبشن. ولو عايزين تقروا شويه عن السيستيك تايمر في الارم، بحيث ان كل شويه يتك يحصل اكسبشن او منقل بين التاسكس. فانا دلوقتي هعمل ران، وقلت لو الستارت بزيرو يشتغل تاسك زيرو، فهو دلوقتي هيشتغل في تاسك زيرو وحصل الاكسبشن. كل شويه يحصل الاكسبشن، بس هو دلوقتي في تاسك زيرو، عمال يكاونت عمال يكاونت. تمام. طيب دلوقتي انتوا عارفين البروجرام كاونتر هو اللي بيستور النكست انستراكشن تو بي اكزكيوتد. ف دخلنا على السيستيك، حصل الاكسبشن. طب انا عايز انقل، هو دلوقتي في تاسك 0، عايز انقل لتاسك 1، فهبتدي اروح للبروجرام كاونتر، شوف التاسك 1 بتبتدي فين، وانقل الادرس واغير البروجرام كاونتر للادرس بتاع التاسك 0 تاسك 1. اعمل ران الاقيه تاسك 1 دلوقتي، فحصل كونتكست سويتشنج. بس الحاجات دي نعملها مانوالي. الريال تايم اوبريتنج سيستم لارتوس بي كونتكست سويتش الحاجات دي بالمين ستاك بوينتر. فدي دلوقتي مانوالي بغير، بعمل كونتكست سويتشنج او تاسك سويتشنج بال مانوالي بايديا يعني. طيب دي الفكره الاساسيه بتاعت البيزك ديزاين بتاع الريال تايم اوبريتنج سيستم. احنا عارفين في الـ الارم في اكسبشن اسمه اكسبشن ستاك فريم، بيبقى في بروجرام بروجرام ستاك ريجستر، البروجرام كاونتر اللينكر ريجستر بيستور الادرس بتاع الريتيرن بتاع الفانكشنز، ودي ده الستاك نفسه الريجسترز اللي هم من R0 ل R12 بدون فلوينج بوينت، لان بالفلوتنج بوينت ستورج بيبقى الستاك بوينتر كبير شويه، لان بتستخدم الفلوتنج بوينت انستراكشن سيت بتبقى كبيره شويه. طيب احنا عايزين نعمل السويتشنج اوتوماتيكلي، فلازم زي ما انتم عارفين في الـ في الـ في الـ في الـ في الانتربت، لما تخش انتربت الانتربت البروسيسور بيستور كور بيبوش كل الريجسترز في الستاك، وبعد كده ما يخرج من انتربت يبوب كل الريجستر دي بحيث ان هو يرجع للمين لوب تاني. طيب احنا لازم نعمل ستاك لينا، وعارفين ان كل تاسك في الـ في الريال تايم اوبريتنج سيستم ليها ستاك، كل تاسك ليها ستاك بتاعها، او كل انتربت ليها الستاك بتاعها، او كل ثريد ليه الستاك بتاعه. فلازم نميمك او نسيميوليت السوفت وير ستاك ده. فهنعمل ستاك لينا 40 بايتس، ستاك للتاسك واحد وستاك للتاسك 2، تاسك 0 وتاسك 1، وهنعمل الستاك بوينتر. الستاك بوينتر زي ما انتم عارفين ان هو بيشير للتوب بتاع الستاك. الستاك بوينتر ده ممكن نستخدمه هو بيشير للتوب بتاع الستاك، وممكن نستخدمه ان احنا نعمل الستاك بتاعنا سوري نعمل هنعمل احنا نكتب الستاك بتاعنا بالبروجرام ستاك ريجستر، والبروجرام كاونتر هيشير للتاسك 0 اللي هي الفانكشن اللي هي تو بي اكزكيوتد، ونعمل ستاك تاني للتاسك التاني. طبعا الريال تايم اوبريتنج سيستم هو بيكرييت الستاك ده وبيعمل سويتشنج بين التاسكس اوتوماتيكلي، لكن احنا عايزين نعرف الانترنال ديزاين ازاي هو اصلا الحاجات دي بتتعمل اصلا من الصفر. فهنمسح دولت ونعمل الستاك بتاعنا لكل تاسك. تمام. وهنخلي الستاك الريجسترز بتاعت الستاك بتاع تاسك 0 وتاسك 1 بنشوف فيها، حطيت فيها الباترن ده، وستاك 2 حطيت في الباترن ده بحيث ان احنا نشوفه هل الستاك بوينتر واقف فين دلوقتي، ونحط باترن معين بحيث ان احنا نشوف الستاك واقف فين، الستاك بوينتر واقف فين دلوقتي.
ف هران دلوقتي الكود، وبعد كده هنشوف الستاك بوينتر اللي احنا الستاك اللي احنا كريتناه للتاسك، وبعد كده نسويتش بتوين التاسك عن طريق الستاك بوينتر بتاع الارم اللي هو مين ستاك بوينتر. مين ستاك بوينتر ده بيشير للتوب بتاع الستاك، وبعد كده نستخدم الستاك بوينتر بحيث ان هو يروح للتاسك الاولى ينفذ اللي في التاسك الاولى، وبعد كده ننقله للستاك بوينت اللي خلي المين ستاك بوينتر بتاع الارم يروح للتاسك الثانيه، ويبتدي الاوبريتنج سيستم السكادولر يبتدي ينقل الستاك بوينتر من التاسك دي للتاسك دي للتاسك دي للتاسك دي وكده. هو ده اللي بيحصل في البيزك ديزاين بتاع اي ريال تايم اوبريتنج سيستم. ف ادي الستاك، الستاك بوينتر بتاع تاسك 0، وادي الميموري 2. خلينا نشوف في الميموري الستاك بوينتر، نشوفه الادرس بتاعه كام. الستاك بوينتر بتاع تاسك 0 الادرس 0 اكس 0 اكس 2000 سي 0. هنشوف في الميموري لسه فاضي، فنبتدي نشلايزه. سوري، الميموري 1 معمولة فلوت، فنحطه في الميموري 2. زي ما انتم شايفين الباترن اتكتب دي ايه دي. طبعا الستاك بوينتر في في الارم بيداون داون 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 جريد، يعني بينزل من تحت لفوق، فهو حط دي اي دي اي دي اي دي، وحط الادرس بتاع التاسك اللي هنشغلها، وحط الفاليو اللي هو للبروجرام ستاك ريجستر. بعد كده نشوف التاسك 2 الستاك بوينتر بتاع التاسك 1، نشوف فوق كام برضو بالدي اي دي اي اي دي دي، والادرس بتاع التاسك 1 متخزن فيه. طيب دلوقتي هو هيخش في وايل لوب، عايزين ننقل التاسكس. يعني هو دلوقتي عملنا الستاك بوينت، عملنا الستاك بتاع تاسك واحد والستاك بتاع تاسك زيرو، وعايزين ننقل يعمل سويتشنج زي ما الاوبريتنج سيستم بيعمل، بينقل بين التاسك، بيعمل تاسك سويتشنج وسكادول التاسكس دي. طيب دلوقتي لازم نعمل اكسبشن، او اللي هو سيستك اكسبشن، وبعد كده ادي بروجرام ستاتس ريجستر واقف هنا. طيب الستاك بوينتر بتاع تاسك 0 الادرس بتاعه ايه؟ ده ناخد الادرس بتاعه to watch خلي البروجرام كاونتر ريفير للستاك بوينتر ده. إذا عملنا execution المفروض ينط لتاسك 0. حصل على دور فيرا. طيب خلينا نجربها تاني. نعمل exception، نشوف الستاك تاسك 0 ستاك بوينتر بتاع تاسك 0 add to watch. تمام الستاك بوينتر يخليه يشير اللي هو المين ستاك بوينتر بتاع الارم، يخليه يشير للستاك بوينتر بتاع تاسك 0. غيرناه
فالمفروض يروح لتاسك 0 تمام، هيبتدي يكونتينيو يزود الكاونتر كاونت 0. طيب دلوقتي عايزين ننقل لتاسك 1 فيحصل الاكسبشن تمام، ونشوف الستاك بوينتر بتاع تاسك 0 بتاع تاسك 1 ونخلي الستاك بوينتر بتاع الارم يشير للستاك بوينتر بتاع تاسك 1، فالمفروض ننقل للتاسك 1. ابتدى يسويتش دلوقتي، هو دلوقتي في تاسك 1 وهيبتدي يقعد يزود الكاونتر بتاعها زي ما انتم شايفين. ده البيزك اوبريشن بتاع ريال تايم اوبريتنج سيستم. كل تاسك ليها ستاك، الاوبريتنج سيستم بيغير الستاك بوينتر يشير لده ويشير او يشير لده، ويحصل السكادولينج بتاع الالجوريزم سواء راوند روبن او سواء اي راندفوس او وات ايفر السكادولينج اللي مستخدم ايه. وكل تاسك ليها تايم سلايس مثلا بتتنفس فيه، ويبتدي ينقل الستاك بوينتر ده للتاسك دي، يغير تخلص التاسك دي ينقل الستاك بوينتر بتاع الارم بتاع الكورتكس ارم للستاك بوينتر للتاسك الثانيه، ويبتدي يعمل سويتشنج بتوين التاسكس. ده بيزك اوبريشن بتاع ريال تايم اوبريتنج سيستم. هنبتدي في الدروس اللي جايه نشرح ازاي نعمل الحاجه دي اوتوماتيكلي باستخدام الاس اف سي، وبعد كده هنبتدي نكتب بنفسينا المسج كيو والانتر تاسك كوميونيكيشن والسيمافور والميوتكس وكل حاجه، يعني هنكتب ريال تايم اوبريتنج سيستم بيزك كيرنل بايدينا تمام. طبعا لازم يكون في خلفيه شويه في الاسمبلي في البيزك كيرنل اللي هنكتبها دي، وبس هشرحها يعني ما فيش مشكله يعني. وشكرا ليكم.